هذا الصرح الكبير من الملح، وهو جبل اصلا كامل مصنوع من الملح، مقارنه بالمواقع اللي شفتها في السابق هذا يعني شيء اول مره اشوفه في حياتي، جبل كامل مصنوع فقط من الملح. يعني لما نمسك اي قطعه فيه انت قاعد تمسك قطعه ملح، وهذا شيء مبهر. وكما قيل لي انه هو من الاوائل او الاكبر في العالم، يمكن ثالث اكبر موقع ملحي في العالم بعد الارجنتين ودولة سويسرا. الالوان تتبدل بتبدل الاجواء او بتبدل لحظات معينه من النهار، ومبسوط ولم افوت هذه الفرصه، لان الكثير من الناس قالوا لي تروح الجلفة لازم تروح تشوف جبل الملح، والحمد لله والجو معنا اليوم، الجو في صالحنا، قاعدين نشوف جبل كبير كامل مصنوع من الملح. كل ولايه في الجزائر فيها التنوع، فيها التنوع الفلاحي والتنوع تنوع الاثار، تنوع الحموي، وتنوع اللي مشابه لهذا. يعني الحين هذه ثالث ولايه لي اشوف شيء مشابه، ولكن بالرغم من تشابهه الا انه له هويه خاصه. نحن الان امام معلم الجيوسياحي، كما اسفنا انه معلم جيوسياحي للتكوينات الجيولوجيه والملحيه الموجوده في هذا المعلم، رائع. وسياحي لاستعماله كماده سياحيه لاستقبال ولا توافد السواح الى هذا المعلم. هنا المعلم هذا الجيوسياحي يتغير بتغير بتزايد التساقطات، وتضرب فوقه اشعه الشمس فتتشكل زربيه من الالوان، زربيه ملحيه من الالوان، تدرج الالوان من الاخضر الاصفر البنفسجي واحيانا الاحمر.